إذن سوف نأخذ صديقنا حرف الياء بالحركات، صوته من غير الحركات. ماذا قلنا؟ يا يا، أحسنتم. أما صوته مع الفتحة، يا فتحة يا، يا فتحة يا، مع الضمة يا ضمة يو، يا ضمة يو، مع الكسرة يا كسرة يي، يا كسرة يي. أحسنتم، هيا بنا. يا يو يي، يا يو يي. هيا مرة أخرى، يا يو يي، يا يو يي. أحسنتم. لدينا هنا كلمات وصور تحتوي على حرف الياء. لدينا يا يد، يا يد. هيا مرة أخرى، يا يا يد، يا يا يد. أحسنتم، يد. هيا نرفع يدينا كلنا، أرفع يدي. أحسنتم، يا يد، يا يد. أنا هنا فتحت فمي، قلت يا، يا يا يد. ما هي الحركة يا ترى؟ فتحة، أحسنتم، فتحة. يا يد، ممتازين. أيضا لدينا صورة أخرى هنا، لدينا يو يصلي، يو يصلي، يو يو يصلي. أحسنتم، مرة أخرى، يو يصلي، ممتازين. أنا هنا رممت فمي، قلت يو يو يصلي، يو يو يصلي. ما هي الحركة يا ترى؟ ممتازين، ضمة، يو يو يصلي. أحسنتم. لدينا الآن أنشودة حرف الياء. يدنا ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة، يا أن يدنا ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة. يدنا ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة.